خاين الحيرك يا ودرناها بالعاني كاميرا المنجل معاك جورج تكاكي وسوس فيك وطايح لك لبناني علقتيكي بايح البلاد يا وغير قصرة وقصتو صار عبد اللي لامصا ضحكة من القلب بالخ وخبر في الفن دمار يا وبالعاني توسوسو في راسو مخو تخلطو في روحو نفسو تخلطو المنجل والحيراك السلام عليكم مشاهدينا، صح رمضانكم وصح فطوركم. في هذا العدد من المنجل جبنا لكم دي جي ام 5، خليكم معنا نشوفوا ردة فعله في هذا العدد ونوليو. أسعد اليوم باستضافة فنانين لهما صدى على الصعيد الفني والثقافي. إذن أبدأ بأستاذ جورج أنطوان، صافي عميد الفن اللبناني ومحلل سياسي وكذلك إعلامي. أهلا بك. تشرفت أني معكم اليوم وتشرف بالأستاذ وفيكي على هالدعوة. شكر خاص للقناة الحياة الجزائرية لأن استقبلتني عندكم، إن شاء الله تكون قاعدة منيحة يا رب. أهلا بك مرة أخرى. إذن أسعد باستضافة كذلك سيد حميفي مراد المعروف بالساحة الفنية والثقافية يعني بلقب دي جي ام 5. أهلا بك مرة. مرسي بوكو، يعطيكم الصحة بوغ سيت انفيتاسيون ولي شرف أني قاعد معكم مع ثونا. هذا راه الداهية، هذا راه علامة، هذا قاري العلوم سكولوجيا والآداب والتاريخ إذن نبدأ مباشرة بالحديث. نبدأ بك أستاذ جورج، لو تحدثنا قليلا يعني وباختصار حول واقع الفن اللبناني. يعني كل العالم بيحكي على الفن اللبناني وكل العالم يعرف الفن اللبناني، مخرج نحكي عليه لأنه الفن اللبناني نمبر وان بكل شيء. لما بدنا نعد هيك نقول سفر للفن اللبناني 2 3 4، وكل بلد يعني حدد مكانته ورقم تبعه. أوكي أوكي أوكي. لبنان تعرفي انه يقولوا لها سويسرا الشرق وكل العالم تشهد هالشي. بلش الفن بعد روما على لبنان. نعم. اوكي، يعني لو جينا لاول مسرحيه الغنائيه كانت الاخوه رحباني موسم العز، طلعت من لبنان بالثمانينات. يعني لبنان بالوطن العربي نمبر 1 بالفن، نمبر 1 بالفن. يا والله غير يكذب ويخرط ويزيد ونعرف. توافقوا رايي مراد؟ الله ما نوافقوا، الله ما نوافقوا. شي نمبر 1 نقدر نقول لك عندي الفن تاعي شي نمبر 1. لا هي شغله يعني محتومي، يعني كل العالم محتومي كل العالم. هذا رايك نحترمه، بصح باش تقول لي زعما نمبر 1 احنا لما بنشوف باريكان قالت عليكم باريكان قالت عليكم. لا لا والله عن جد يعني بنحكي ما بنهزر، يعني الفن بلبنان نمبر 1. اه بالك عندكم نمبر 1، احنا في الجزائر ما كانش كيتش يعني في فنانين جزائريين يطلعوا لعندنا. كاين لي كاين بالك. أستاذ جورج تلقب بعميد الفن اللبناني، يعني لو تحدثنا عن هذا اللقب. أنا اسمي جورج أنطوان الصافي ابن أنطوان جدي وديع الصافي. والله العظيم يدوخني هذا الإنسان. جدي وديع الصافي كان أول حدا بلقبوه بهاللقب عميد الفن بلبنان، لأنه كان من صوت وعود بيعمل حفلة، أخذ كتير جوائز ومن جائزة أكبر جائزة ويرحم بابه مهرجان دمشق سوري. يعني أخذ هاللقب لأني أثبت جدارتي بعزف على الكمانجا بحفلة هنيك بعلبك، وكانوا كتير مشتركين. بي هو اللي حفزني مشان هالشي، ويعني إحنا بالأسرة تبعنا لقب موروث يعني. لا مو كلهم مارسينه، بس إحنا بالأسرة تبعنا يعني ما بدنا يطلع هاللقب من الأسرة تبعنا. أوكي، يعني شي 3-4 بالأسرة تبعنا أخذين هاللقب. مراد لو كان توافقني رأيي ربما في الجزائر باش نلقبوا واحد بعميد الفن في يكون هناك عطاء يعني من الكثير. بيان سير بيان سير. الله يرحمه، سماوات كبيرة الله يرحمه ثاني اللي نحبوه بزاف ثاني. لازم يكون كما نقول لك بديت بزاف الفن هذايا، ولازم كما عباك وحنا تان في الجزائر عندهم حاسة الفن هذيك في السماوات لا ميوزيك، باش تكون باش يقيموك شغل الفنان لازم تكون
عندك بالماريس طويل كما يقولوا، يعني باش يلقب فعلا بعميد الفن. سي نورمال سي نورمال. نبقى معك مراد، يعني كما سبق وان ذكرت انت غني عن تعريف الساحه الفنيه والثقافيه. ربما شاهدنا في سنه 2019 العديد من الاحداث، منها مؤخرا سنه 2019 العام اللي فات الحراك الشعبي. السؤال الاول موجه ليك، هل شاركت في هذا الحراك؟ بيان سور شاركت. هذيك لاجوني نهار بدا الحراك كانت لو 22 فيفري وقيله، كانت سيتي مون انيفيرسير هذيك، كانت سيتي مون انيفيرسير هذيك. تسمى قعدت لي ذكرى في اسمو ديالي. بيان سور شاركت، كنت انا كانوا بزاف فنانين معروفين على الساحه الوطنيه اللي مدوا الصوت ديالهم للتغيير. فوالا. واش راه يستنى فيك يا مراد؟ اول شيء بدي اساله سؤال، انت شاركت بالحركه كمواطن او كفنان؟ وي 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 بون كيستيون هادي للزوج. لا تفرق يعني كمواطن وفنان. فوالا كمواطن بيان سور، جا فنان هو مواطن. لا لا تفرق يعني. بصح اسمح لي كلام كبير، بصح اسمح لي كلام كبير. ويرحم بابك. دونك يدخلوا تخرج الحراك تتلاقى بمواطنين، مواطنين تتلاقى بفنانين، فنانين هما مواطنين. كيف؟ دونك تخرج الحراك تتلاقى بمواطنين، مواطنين تتلاقى بفنانين، فنانين هما مواطنين. انا عايز جملة مفيدة. انا فهمني. تفهمني. احنا الطالب حتى هو مواطن، اسمح لي احنا ما خرجناش بالك على الطالب بزاف. خرجنا بالك على التغيير. يعني حتى ويكون فنان، يعني في فنانين من يعني بيستغلوا هالفرص لي يعكسوا يعني اتجاه ريح هيك ويعني ياخذوا شو ما بدالهم يعني. شوفي احنا نشوف كثير فنانين هيك طلعوا على الحراك، حبيتوا ترجعوا لنا ما نعرفوش الورا خلينا سلفي. هدول منهم فنانين، يمكن نقول عنهم اشباه فنانين واشباه فنانين. كيف؟ اشباه فنانين. انه نطلعوا ليبينوا. نعم. بس الفنان الحقيقي بيمد ولا بيعطي للبلد تبعه اكثر ما ياخذ، اوكي؟ خاصة بهالشغلة، البلدي إذا ما اعتازتني ولا وقفت معها يوم حزنها، شو بدي وشو بدها تعمل فيني يوم فرحة؟ حتى في الجزائر كاين فنان. داروا دي كليب، داروا أغاني، يعني باش يلحقوا رزقهم. بس كل واحد كيفاش لحق الصوت ديالو. بس ناس أخذتها رزقي، ناس أخذتها رزقي. عادي ما على باليش، عادي ما على باليش. لا والله ما على بالي على منك تحكي كاع. والله انت 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 شو شغلتك؟ من مسؤوليتك انت شو شغلتك؟ انت شو شغلتك؟ شو عندي جي انا؟ شو عندي جي انا؟ دي جي اوكي. انت كدي جي او انا احقل لك انك فنان مثلا، احقل لك انت كفنان مثلا، انت كفنان اوكي؟ لكنه فنان مثلا عجبتني مثلا عجبتني. لا بدي اقول لك يعني بدي اول شيء بدي اقول لك هالشغله، يعني مثلا انت كفنان اوكي، انا احكي لك انت فنان اوكي، راح تطلع الى حبيته الى حبيته. لا مو ما بحب انا، بدي اقول لك بس شو بقى. لا لا عجبتني هذه تاع مثلا عجبتني. كمل كمل مش مشكل. يعني بدي اقول لك انت فنان اوكي، تطلع للساحه اوكي تغني، بعدين هالاغنيه تبيعها. لا بدي اقول لك انا قلت لك انت فنان، هلا طالع على الساحه تغني، تبيع هالاغنيه تاخذ حقها. هي استرزاء منا وطنيه. الوطنيه انك كفنان تعمل شغله ببلاش لوطنك. يعني ما بعرف تحط بصمة سعادة. كان هذا هو الحال في الجزائر. مو كلهم مو كلهم يعني معظم الفنانين اي مكان اي مكان، مو بالجزائر بس، مو بالجزائر بس، باي مكان. بس في ناس لتبين تعمل هيك اوكي. ثاني شيء عندك بروبليم هاد الناس، عندك بروبليم هاد الناس. صحيبي الشوالة هذا الشوالة هذا اللي قلبي قوي يا خويا ضربنا بريد عم. لا ما عندي مشكلة معهم، بس انت بدي عندك بروبليمات زاير. بدي اقول لك شغلة نسيت شو بدي اقول لك. راح نواصل الحديث استاذ من فضلك، مش هذه هي يعني النقطه او موضوعنا لنهار اليوم. مراد مين هذا منين؟ مين هذا منين؟ وي 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 بون كيستيون هذه. لبنان ياك؟ نعم.
عملت الحراك في لبنان. عملنا حراك في لبنان. أنا ما شفناش حراك تاعكم، ما هضمناش. أنت ما شفت. ما شوفوش أنا الفراش، شوف حراك تاعكم. أنت ما شفت. شوف الحراك تاعكم. انتفاضة لبنانية. وهضر على الحراك تاعك، تهضرش على الحراك ديالي. انتفاضة لبنانية. احنا بدلنا محاوزنا، احنا بدلنا محاوزنا. انتفاضة لبنانية أحسن انتفاضة في العالم العربي. بالعقل عليه يا جورج، بركة ما تخرطت عليه. حتى في الجزائر كانت تشهد سلمية تامة. لا 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 خليني كفي. واحد ما سمع بيك ما بالك. أنت ما سمعت. أنتوما تبعتونا كاع. أنت عندك مشكلة مع. أنتوما الحراك تاعكم قاعد يربي شهرين ولا ثلاث شهور، احنا قاعد عام. قاعد عام. أنا كجورج. أنا كجورج. أنا كجورج. حضرت الحراك تاع جورج. جورج. جورج هو اللي بدل السير. لا بدلت اسمه في الدولة. أنا حضرت الحراك تاعكم أول شيء. راح ناقشك بنقطة بعدين حرجع لك على النقطة. الحركة تبعكم ما كان سلمي بهالقد، يعني سلمي بهالقد، يمكن جمع جمعتين ثلاثة أربعة كان سلمي أوكي. آه كان بعدين سلمي. لا مو كله، العالم كله كان يشهد على سلمية الحركة. لا أنا كنت هون حضرت جمعة عندكم هون. ليش جيتي مالك في لبنان كمل الحركة تاعك؟ أنا جيت أسفينا لكن كان سلمي. كان بدي شوف هالسلمية اللي كل العالم تحكي عنها. حضرت يوم غيروا الأيادي الخارجية هذه. الأيادي الخارجية هذه. كان حراك مهزلي، ما كان حراك. كيف يعني ضرب بشات مسبب. بيبي ما تهضرش على تزايد على الشعب يا اخي. النظام نحكي عنه لانه كان فاسد. تحكيش علينا ابو محمد. النظام كان لا ما تحكيش علينا. انتوا طلعتوا تغيروا النظام. النظام قديش قعدتوا؟ قديش؟ قعدنا عام. عام. احنا بشهرين. احنا بشهرين عملنا كل هالشيء. عندكم انتم احنا بشهرين. كم نظام شباب انتم في لبنان؟ احنا بشهرين عملنا هالشيء. مواطن شابين عاقلين. عملنا هالشيء. استاذ لا تعرف انه تحبي ترجع اللبناني فنان قالوا المشاكل تعرف ان المواطن اللبناني كله فنان كله طالعين فنانين صح انتما كاع راح نرجعوا لهذا استاذ جورج مراد كاين ربما العديد من الفنانين او زملاء اللي توجهوا ليا وتكلموا لي قالوا لي انه مراد في فتره الحراك الشعبي يعني اخذ من الحراك بيت وسياره كيف بيت وسيارة شنو هو الركعات عندك الحق يعني تجاوبهم على قناة الحياة بعد ذلك الحمد لله واه مديت والو للطوموبيل نضال واه مديت والو للطوموبيل نضال حيا هادي مليحة هادي مليحة بعد شي ديزل قولوا هذا اللي يعطيك لانفورماسيون هذا يقولوا راك غلط 100% قولوا راح نغير ما راحش ندي اوكي يجيك رئيس كذا او رئيس منظمه كذا بدو غرض يوصلوا بمشانك لانك انت هاي كان اللي داروا كان اللي كان اللي بداو يخدموا في دي بوست تقال وكان اللي بصح انا مع بصح انا مع ويرحم بابي او غلطه هذا اوكي احنا كل اللبنانيين فنانين احنا الدبكي تبعنا انتوا بالجزائر بتعملوها بعراسكم بكثير شغلات بتجاري لبنان هذه تلاس فيغاس هذه شو الحاجة كبيرة لا 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 هاي كل العالم بيحكي على لبنان هاي سويسرا الشر ويسرا الشر ويسرا الشر ويسرا الشر هاي سويسرا الشر اوكي لبنان عملت كثير اسماء بالجزائرين لبنان نخل دمامي عدنا لبنان عملت كتير أسماء من الجزائر ما كان عندهم يعني فرصة أنهم يبينوا هون بس لما طلعوا على لبنان بينوا يعني صاروا فنانين أخذوا دروس بينوا حالهم يعني صاروا فنانين يا والله غاي يكذب ويخرط ويزيد ونعرفه مليح لكن في الفنانين طلعوا يعني عندهم روايات و طلني طلني دار لا أنا يا عميد الفن بلبنان عميد بلبنان. عميد يا عميد الفن بلبنان عشو تضحك يا عميد الفن بلبنان عشو تضحك عجبتني تاع العميد عجبتني هذه اجت الحزينه تفرح ما لقيت لها مطرح كيف اجت الحزينه تفرح ما لقيت لها مطرح ماشي مشكله يا ذاك حتى هو يعني قدم كثير شوفي شوفي قدم العديد من الفنانين من فضلك ما تقطعنيش عميد يعني انا مقيدين بالوقت واش قال هذا واش قال مثل هذا شنو حزينه تفرح واش قال هذا واش قال مثل هذا شنو حزينه تفرح انا عايز جمله مفيده هلا مثلا انت قلت لي انا فنان انا ما بشوفك فنان لا انا ما اعرفكش انا ما بشوفك فنان انت تجي تشتغل يمكن عندنا بالاعراس تشتغل يمكن عندنا بالاعراس كيفاه الله يصفر وجهك ان شاء الله بورت مالور الفن العود
جيبي لي صوت، جيبي لي عود وغني لي. حضرت آخر مرة مع سفيرة الأغنية الأندلسية تبعكم بأمريكا الأستاذة زكية قارئ الله يذكرها على خير. أوكي، كانت آلات موسيقية وصوتها بس عملت حفل. هيدا فن. الفن مو مقتصر، الفن مو مقتصر على آلة. يعني أنت تجيبي لي مسجل صوت يعني لي هيدا حتى فن. مسجل صوت لو نجيب. أنا أنت مخرج، واحد ما يعرفك. أنت مخرج، الله الواحد ما يعرفك شريك. أنت مخرج حتى يقولوا عنك فنان. داركم داركم مش داركم وين تسكن؟ داركم ما يعرفوكش، داركم ما يعرفوكش. لا الحمد لله أنا من عائلة وديع الصافي، وجدي وديع الصافي لا يكون بعلمك. ما أنا عائلة حميفي. أوكي أوكي، لا تفرق هاي، تفرق هاي. احنا اسم كل العالم بيسمع. احنا ماشي فنانين يا اخو. لا انت انت احترم نفسك، لا لا احترم نفسك. رقم بيت الجزائر وفنان واسمه. لا تعرف شيء 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 شيء. دخنا دخنا برنامج بعد. لازم تعرف هالشيء، لازم تعرف هالشيء. وهلا هلا هي هي الشغله، هي الشغله، هي الشغله. منا منا شغله يعملها فنان. ماشي في الفنان ودكارة شريك. هكا ماشي في الفنان، ما عجبكش الحال هكا عدد كبير شريك. ماشي في الفنان ودكارة. انا ماشي في الفنان، انا ماشي في الفنان شريك. هكا ماشي في الفنان، ما عجبكش الحال هكا عدد كبير شريك. ماشي في الفنان ودكارة. حتدفع حقها هاي. لا يا حتدفع حقها هاي. لا يا ذاكر حتدفع حقها هاي. صد المرض نكملوا فقط. لا لا نروح نكملوا اسئله. لا قعدوني قعدوني. لا لا يا مراد نعرفك عقل، ما تضربوش. كملوها فقط. شبيك اطيح لي عصي الحلاني فنان ما استاذ جورج من فضلك. مهبوش جورج شبيك. والله تدفع حقها هاي. جيبونا اتصلوا بالشرطه، اتصلوا بالشرطه ليشوفوا مع المهقه هبيله هيدا. انت انت شو شو بتعمل انت؟ انت شو بتعمل؟ مقبل انا اضرب معك مقبل. هيدا منه فنان، هيدا مهندس صوت جايب لي اياه، هيدا مهندس صوت جايب لي اياه. لا ما يكون فنان بعدين جيب لي اياه. انا ماشي فنان، لا كون منك فنان، فنان ولا تعمل معي هيك. رح تدفع حقها، رح تدفع حقها. اتصلي بالدكتور هلا خلي اجري. خلص نختمه فقط. الله يحفظك، معلش اختمي خليني نروح. استاذ جورج مقبل انا اضرب معك وطنك دي جي وطنك فنان. مقبل انا اضرب معك وطنك دي جي وطنك فنان. انا نهضر معك، انا معليش انا ماشي فنان. منو خرج منو خرج يكون فنان. ولا تقولي لي فنان، هيدا مهندس صوت جايب لك اياه. انت عندنا تشتغل بالاعراس. معليش نخدموا الاعراس. عندنا تشتغل بالاعراس. انتوما انتوما في لبنان فنانين، وعملنا من عندكم فنانين وطلعوا هلا بلبنان وبيشتغلوا باسم فنانين. اوكي اوكي اوكي. ايش داني البوليتيك هذا اللي ما نقدرلوش؟ ما نقدرش لهذا الصوالح انا. واش داني؟ روح الله لي ربحك. استاذ جورج رح نختم من فضلك. جيبي لي فنان بعدين اختمي. يا والله 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 عندي عندي فنان. سيبو سيبو راني نحاور فيه. تفضل. سيبو شريكي اكتشف الهضره وسيبو اهضري معاه. ما تقول ما يهضرش معاه مالي. خرب الاستوديو شو بدنا نعمل؟ من فضلك. خرب الاستوديو شو بدنا نعمل؟ من فضلك. هيدا الفنان تبعك؟ ماشي فنان انا شريكي. خلاص مخرج تكون فنان انت. انا ماشي فنان يا اخويا. صح اويكم من الفن في لبنان. ايه انت ماكش فنان حكمناك في المنجل. ايه يا مراد تقبضنا عليك وحكمناك بالمنجل. لا 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 يا اخي لازم 3 سنين محكمولك. انا ماشي اليوم حكمناك. ماشي يحكموني كل عام. اسمع سامحني رجلي يخو سامحني الله يخو. مشاهدينا كان معنا دي جي اهم فايف معايا انا محمود عبد العزيز وسارة عبد اللي حكمناه اليوم في المنجل. وش تقدمنا كريم اخيرا؟ نقول لكم يعطيكم الصحة باسكو اخي روازون اللي حكموني عندي بزاف ما سيبور ما جاتنيش اليوم ما كان نعرف شي. نكون كلنا من الصحة رمضانكم وصحافتكم وبالكم. سؤال بون للزبدة شو عليهم مليح. قلنا خاين الحيرك يا ودرناها بالعاني كاميرا المنجل معاك جورج تكاكي وسوس فيك وطايح لك لبناني علقتيكي بايع البلاد يا وخير قصرة وقصطو صار عبد الليلة مصر ضحكة من القلب بالخ
جاك المنجل جاك 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 المنجل جاك 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 المنجل جاك. أوه.